السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي. هنكمل مع بعض شرح يونت 1 الوحدة الأولى من كتاب بيت باي بيت 2025، وهنا عندي ليسن 4 الدرس الرابع. أوكي، عندي الكلام ده هنا صفحة 47-74. هنبدأ مع بعض بالكلمات الفوكابلري. عندي هنا زميلوز. زميلوز اللي هي حديقة عامة كبيرة في إدنبرا اسمها حديقة زميلوز. third floor الطابق الثالث. the other side الجانب الآخر. a great view منظر طبيعي رائع. distance مسافة. Edinburgh Castle قلعة Edinburgh. warm دافئ. especially خصوصا. for example على سبيل المثال. Scotch اسكتلندي. Portage عصيدة طعام تحلية كده. Honey عسل. Family tradition تقاليد عائلي. Study the following. How are things with you؟ كيف تسير الأمور معك؟ Our apartment is in the city center. شقتنا في مركز المدينة. It's on the third floor. في الدور الثالث. We have a great view. عندنا منظر رائع. Over the trees. من فوق الأشجار. People use the park. الناس بتستخدم الحديقة. A lot كثيرا for sports. للرياضة. And meeting friends. ومقابلة الأصدقاء. There are lots of things. يوجد كثير من الأشياء. I miss about Egypt. أفتقدها عن مصر. A Scottish food. الطعام السكوتش is okay. كويس. But Egyptian food is better. ولكن طعم المصري أفضل. For example على سبيل المثال. For breakfast a lot of Scotch people eat partridge. كثير من الناس الاسكتلنديين بيأكلوا partridge العصيدة. I really miss my favorite Egyptian breakfast. أنا فعلا بفتكر الفطار المصري التقليدي أو المفضل اللي هو الفول مدمس. The people here الناس هنا are nice كويسة. And I have a lot of new friends at school. وعندي أصدقاء كثير في المدرسة. ده الإيميل اللي كان بعده. اوكي، اذا تكتب ايميل رسمي بقى قال لك هنا تبدا ب opening phrase hello او hi a friendly expression how are doing. طبعا خطوات كتابه ايه الايميل دي سهله جدا. هنعمل ايميل مع بعض دلوقتي. تعال بقى ناخد الاكتيفيتيز الانشطه اللي في صفحه 50. اوكي، يعني السؤال الاول choose the correct answer. I have a lot of new. انا عندي كثير من النيو ايه at school. I love them all. بحبهم كلهم. يبقى عندي a lot of friends كثير من الاصدقاء. Number two. In Egypt في مصر most people معظم الناس eat بتاكل for breakfast. معظم الناس بتاكل ايه في مصر على الفطار؟ طبعا بتاكل فول مدمس. لكن كاروتس ده جزر. توميدوس طماطم. بينز اقلام. Number three. I don't meet my friend for a long time. انا لا اقابل صديقي منذ وقت طويل. I miss him so much. انا افتقده كثيرا. Number four. Our apartment شقتنا is the third floor. يبقى is ايه؟ في الطابق الثالث. يبقى on. طيب put the words in the correct order. ضع الكلمات في الترتيب المناسب. How are things with you? How are things with you? كيف تسير الأمور معك؟ Number two. Our apartment شقتنا is in the city center. في مركز المدينة. Number three. It is on the third floor. إنها في الطابق الثالث. Number four. We have عندنا a great view. منظر طبيعي رائع. Over من فوق the trees الأشجار. Number five. They usually make it بيعملوها with be الملك اللبن. يعني عادة بيعملوها بايه؟ باللبن.
اوكي. عندي هنا write an email، اكتب email of 50 words من 50 كلمة to your friend، لصديقك أمير، to tell him about the things you miss about Egypt، تقول له على الحاجات اللي بتفتقدها في مصر. طيب هنقول له ايه بقى؟ اول حاجة انا هبعت لمين؟ هبعت لأمير. اهو قال لك your name، اسمك وليد، and your email address is waleed@yahoo.com، واسم صديقك عنوانه amir@gmail.com. يبقى انا لما اجي اكتب الايميل هنا بقى هاجي عامل كده اهو toamir@gmail.com، amir@gmail.com. from مين؟ from waleed@yahoo.com. هتكلم عن ايه الموضوع؟ عن ايه؟ things I miss about Egypt، things الاشياء I miss اللي بفتقدها about Egypt عن مصر. زي ما تعودت هكتب هنا هاي مين؟ امير، اهلا امير، او دير امير، عايز امير. واقول له مثلا how is it going، او how are things، كيف تسير الامور، how are things. طيب تمام. بعد كده هيقول له I want، انا اريد، to tell you، ان اخبرك، انا اريد ان اخبرك، about، عن، my visit، زيارتي، to، الى، England، انجلترا. I like England، I like England، بحب انجلترا. اوكي. I miss I miss things، I miss، انا افتقد، everything، كل حاجة، in Egypt، في مصر. اوكي. I like، انا احب، the sunny weather، الطقس الدافئ، in Egypt، and the food، والطعام، in Egypt، في مصر. اوكي. ممكن كمان نقول له ايه؟ English people eat الانجليش مثلا، people، الناس الانجليش دول، eat، بياكلوا ايه؟ fried or boiled eggs، fried or boiled eggs for breakfast، على الفطور. I miss، انا افتقد، فول مدمس، الفول المدمس. طيب في الاخر بقى ممكن تكتب جمل تاني، ولكن احنا بنكتب كده، ممكن انت في الاخر تكتب مثلا الحاجات اللي انت عملتها هناك، مثلا I have a lot of friends، I wanted، وكذا. وفي الاخر هنكتب له ايه؟ lots of love، كثيرا من الحب، lots of love، yours، عزيزك، وليد. اوكي. طيب هنا عندك سؤال ترقيم، how is your family، يبدأ بكابيتال H، وهنا question mark، Egyptian، number 2، Egyptian food is good، الطعام المصري لذيذ. طيب نكمل مع بعض. عندي هنا تدريبات الازهر، read and complete the dialogue، اقرا واكمل المحادثه. مديني كلمه سيل، يبيع، زم، هم، جرو، يزرع، دو، يفعل، لوك، ينزل. جود مورنينج قاسم، جود مورنينج احمد، دو يو، هل انت، جرو، تزرع فيجيتابل، هقول له يس اي دو، نعم. وات دو يو دو ويز، بتعمل ايه ويز زم، بالخضروات دي؟ قال له يوجوال ايت، يعني عادة بناكلهم، اور سيل، او بنبيعهم، ان ذا ماركت، في السوق. يو شود افتر ذيس تريز، يبقى يو شود لوك افتر، يجب ان تهتم بهذه الاشجار. يو ار رايت، نعم انت على حق. طيب هنا قال لك ريد اند سيركل ذا اولد وان اوت اند ريبليس ات، اجرى وعلم على الكلمه من دولة واستبدلها، استبدل الكلمه دي بكلمه تاني تكون زي اللي انت حشتها. فانا عندي سيرستي، عطشان، سن، نحيف، سيك، مريض، باس، وتبيس، كلهم صفات ما عدا بس، فنحط بس ونحط سيد مثلا.
نمبر 2 always دائما، بلاي يلعب يوجوال عادة sometimes أحيانا، كلهم ظروف تكرار ما عدا بلاي، نحوش بلاي ونحط نيفر مثلا. potatoes بطاطس onions بصل روف سطح ليمونز ليمون، كلهم خضار ما عدا روف، نحوش نحط tomatoes طماطم. harvest حصاد plant يزرع apartment شقة بلاي يلعب. طيب حوش بلاي عشان كلهم أسماء أهو، أو كلهم أفهم، ممكن نحوش هار أبارتمنت عشان كلهم أفعال ونحط فعل زي جوه. نمبر 5 سايلنت هدوء أمتي فارغ فورست غابة صاني مشمس. طيب كلهم صفات ما عدا فورست، ممكن نحوشها ونحط هابي. choose the correct answer، we often eat fish، غالبا بناكل سمك، مضارع بسيط الفعل الجمع ناخد المصدر. early spring الربيع، الباكر is the best season، هو أنضف أو هو أفضل فصل to plant seeds in the ground، عشان تزرع البذور في الأرض. لكن بلي يلعب وسيل قلنا يبيع، وهارفست يحصد. نمبر 3 the weather is usually، الطقس عادة إيه في مصر في الصيف؟ in Egypt in summer طبعا sunny مشمس، لكن cold بارد rainy ممطر small صغير. نمبر 4 I often see my school friends as a weekend. يبقى I don't often. إن I بتاخد don't. أنا مش غالبا بشوف أصدقائي المدرسة في نهاية الأسبوع. Number 5 There is a or an line near my house but there aren't any trains using. في إيه قريب من بيتي ولكن مفيش قطارات بتستخدمه. يبقى هو هنا عايز الـ railway line، خط السكة الحديد، عشان قال لك إيه؟ مفيش قطارات بتستخدمه. لكن airport ده مطار. باص ستوب موقف اتوبيس، تاكسي اللي هو التاكسي. نمبر 6 وي يوز تو كيل انسكتس، بنستخدم ايه عشان نقتل الحشرات ذات ايت كروبس، اللي بتاكل الكروبس، كروبس يعني محاصيل. يبقى بنستخدم ايه؟ بنستخدم كيميكالز، مواد كيميائيه. لكن بوتيتوس بطاطس، كروبس محاصيل، بلانتس نباتات. نمبر 7 وي فيجيتابل ان ذا ماركت، وي سيل فيجيتابل، نبيع خضروات في السوق. لكن بلي يلعب، فيد يطعم، بيرن يحرق. نمبر 8 زي دول لايك فيش، مش بيحبوا السمك ات اول اطلاقا، زي نيفر ايت ات، يبقى هم مش بياكلوه. نمبر 9 وي ان هيلثي فود، يبقى وي نيفر ايت، طبعا ظروف التكرار قبل الفعل يبقى نيفر ايت. نمبر 10 نيويورك ا لوت اوف جرين سبيسز، يبقى نيويورك هاز، لها ان هي مفرد يبقى تاخد هاز. طيب read the text and write the following question. اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. My name is أحمد، اسمي أحمد. There are four people in my family، في أربع أشخاص في عائلتي. My father, my mother, my sister and me. My mother goes shopping every week، أمي بتروح التسوق كل أسبوع. We have a roof garden، عندنا حديقة على السطح. We plant onions، بنزرع بصل، tomatoes، potatoes. Sometimes we plant fruit، أحيانا بنزرع فاكهة. We use natural fertilizer. Roof gardens help to clean air in the city. How many people are there in his family؟ كم عدد الناس اللي في عائلته؟ قلنا 4 people، أربع أشخاص. 4 people. When does his mother go shopping؟ إمتى أمه بتروح تسوق؟ قلنا every week، كل أسبوع. Every week. How does the roof garden help the city؟ حديقة المجتمع بتساعد المدينة إزاي؟ أهو. Help clean the air. In the city. بقول ايه؟ It helps clean the air in the city. طيب choose the correct answer. We plant onions، بنزرع بصل and بصل وايه كانت في النص؟ We put tomatoes وبوتيتوز، يبقى هنا tomatoes. We use، بنستخدم natural fertilizers، مواد عضوية. Reorder، رتب الكلمات. Green areas help people enjoy nature، يعني green areas المناطق الخضراء help people، بتساعد الناس ان هم ايه enjoy، يستمتعوا nature بالطبيعة. Number 2 where do you grow lemons، أين تزرع الليمون؟ نمبر 3 we all كلنا
don't عفوا we don't like fish لا نحب السمك at all على الإطلاق. Number four, it's إنها on the third floor إنها في الطابق الثالث. Number five, we have عندنا a great view منظر طبيعي رائع over من فوق the trees الأشجار. طيب هنعمل هنا paragraph, write a short paragraph of five sentences, هنكتب خمس جمل على my apartment يعني ايه شقتي. يبقى مثلا هنقول كده my apartment شقتي is on the third floor في الدور الثالث. We have great view بنشوف منظر طبيعي رائع over من فوق the trees الأشجار. Okay, there are يوجد green areas مناطق كبيرة خضراء in front of أمامه our apartment شقتنا. Okay, my apartment شقتي is big كبيرة. We have عندنا three bedrooms ثلاث حجرات نوم. ممكن تكتب اكتر من الجمل طبعا, ممكن تقلب اكتر ولكن احنا نكتفي بهذه الجمل. تعالى في التست هنا على يونت 1. Listen and circle the correct answer. استمع وعلم على الإجابة الصحيحة. Okay. Hala lives with her family in an apartment in the city. She has two sisters. They go shopping in the city center. Hala doesn't like going to the park. On Friday she stays at home and helps her mom. Hala has two. Hala عندها two A sisters أختين. Hala lives in the city عاش في city في المدينة. هلا doesn't like going to هلا مش بتحب تروح البارك الحديقة. هلا helps her mom هلا بتساعد مامتها on Friday في يوم الجمعة. Question number 2. Choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة from A B C or D. Okay. عندي هنا you can use all the coffee ممكن تستخدم القهوة القديمة as a natural fertilizer كسماد عضوي. Number two, I prefer to eat fruit بفضل أكل فاكهة that's natural and organic الطبيعية مش عضوية يعني with no مفهاش no chemicals مواد كيميائية. The Nile Delta, Delta Nile has very fertile farming areas دو مناطق زراعية خصبة and the people والناس rice there every الناس بيعملوا ايه harvest بيحصدوا الأرز لكن destroy يدمر turn يحول look ينظر. Number four, are people who work without getting money الناس شغالة من غير فلوس يبقى اسمهم volunteers متطوعين لكن teacher معلمين farmers فلاحين engineers مهندسين. طيب هنا عندي need and complete the text with the word in the box عندي volunteers متطوعين market سوق tomorrow غدا green أخضر vegetable خضروات. We need more community garden. The community garden is a big green space هي مساحة خضراء كبيرة. On the roof of apartment block the people who work or are all volunteers الناس شغالة كلهم متطوعين. From the neighborhood they grow بيزرعوا ايه they grow vegetables بيزرعوا خضروات to eat and sometimes to sell them in the market واحيانا بيبيعوها فين في الماركت. طيب سؤال تاني read the text answer the question. I am Maha I am 14 انا مها عندي 14 سنة on holidays في الاجازة
I help my family. بساعد عائلتي and my friends وأصدقائي at community garden. في حديقة المجتمع. On the roof of our apartment على سطح كده عمارتنا we have عندنا a big green space مساحة خضراء كبيرة. People in the neighbor volunteer الناس اللي في الحي سكنك بتطوعوا to help عشان يساعدوا and grow ونزرع grow يعني يزرع خضروات with us to eat. We usually grow tomatoes, peppers, onions and lettuce. Sometimes we also plant fruit trees like lemons, dates. It's amazing to grow your own food. Choose the correct answer. The underlying word grow. كلمة grow معناها plant. إن grow يزرع وplant برضو يزرع. The main idea of the text. الفكرة الأساسية عن النص هي community garden. حديقة المجتمع. Lemons and dates are the fruit. الليمون والبلح الفاكهة. طب أهو. تحت قال lemons and dates. ليمون وبلح الفاكهة اللي بتزرع في حديقة المجتمع اللي عندهم. How do people help as the community garden? إزاي الناس بتساعد في حديقة إيه؟ المجتمع. أوكي؟ تعال نشوف اهو. People in the neighborhood volunteer to help grow vegetable with us to eat. يبقى إجابة إيه؟ يعني people in the neighborhood volunteer to help grow with us to eat. يبقى دي إجابة السؤال الرابع. السؤال الخامس. When does Maha help her family? متى Maha تساعد عائلتها؟ Maha تساعد عائلتها امتى؟ When does Maha help her family? تعال نشوف كده مع بعض. On holidays في الاجازات اهو. يبقى دي اجابه السؤال الخامس. اوكي نكمل مع بعض. عندي هنا both the words is the correct order. ضعت الكلمات في الترتيب المناسب. Our neighbors جيراننا our neighbors are helpful يعني نافعين and friendly وودودون مفيدون وودودون. Number two where do farmers أين الفلاحين grow تزرع rice الأرز. Number three I مس انا افتقد our food الطعام بتاعنا so much كثيرا جدا. نمبر هنا question number 6 read and write is the correct form of the word between practice. ندى sometimes ندى احيانا watches بتشاهد football matches on TV. He is never in ظروف التكرار بعد am و is و are. طيب question number 7 banquet with the following. I love my country Egypt. انا احب دولتي مصر. Egypt اسم بلد وهنا full stop. هنا اكتب paragraph of 50 words using the following gardening game. هتكلم على community garden حديقة المجتمع. يبقى نقول مثلا كده مع بعض بنسيب مسافة ونقول we have a community عندنا community garden حديقة مجتمع in our neighborhood في الحي السكني بتاعنا. It is إنها a green space مساحة واسعة. We نحن grow بنزرع vegetables خضروات to eat علشان ناكلها and sell ونبيعها in the market في الماركت السوق. The people الناس who work there اللي شغالين هناك are all volunteers are all كلهم volunteers متطوعين. These plants هذه النباتات help بتساعد clean في نظافة the air الهواء in the city في المدينة. It is إنها حديقة المجتمع يعني ليه إنها a good place مكان جيد to make علشان تكون friends أصدقاء. كده يا حضرات خلصنا unit 1 الوحدة الأولى من كتاب بيت باي بيت.
للصف السادس الابتدائي. كان معكم مستر محمد شعبان، وما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.